ايه هي الكتب اللي تناولت تأثير الصحافة المصرية على البلدان العربية بشكل عام؟ ومن وجهة نظرك قد ايه كانت الصحافة المصرية مؤثرة فعلا بالشكل الكبير ده على البلدان العربية المجاورة؟ سؤال جميل جدا طبعا، لأن الصحافة المصرية بما إنها الرائدة فهي كانت زي ما نقول مثلا النبراس للصحافة العربية، وهي أخذت منها الكثير من المدارس والتقنيات ومشيت على خطاها. نذكر منهم مثلا في 3 كتب لثلاث كتاب كبار، أستاذ محمد حسنين هيكل كتب الصحافة المصرية والعالم العربي دراسات في التأثير والتفاعل، بيتكلم فيه عن تأثير الصحافة المصرية على الرأي العام في البلدان العربية، ومش بس على الرأي العام اللي هو على مستوى الشعوب، لا هو على مستوى كمان الحكام والسياسة واتخاذ القرار، وإن قد إيه الصحافة المصرية كانت مقروءة هناك والناس بتبقى حريصة على أنها تتابعها. في كتاب آخر للإعلامي المصري الجميل أستاذ حمدي أنديل، وده أشمل شوية لأنه بيتكلم عن تأثير الإعلام المصري عامة بما فيه طبعا الصحافة ودوره في تعريف الناس بالفن المصري والثقافة المصرية والأدب المصري وقوة مصر الناعمة. كتاب جميل جدا. حلو. وفي كتاب للجميل طبعا يوسف إدريس الملك القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، واللي زي ما كان متميز جدا في القصة القصيرة أيضا كان متميز في الكتابة الصحفية. جميل. الكتاب اسمه نوافذ مصرية، تأثير الصحافة المصرية على الصحافة العربية، وده بيتناول أكتر التقنيات بقى الصحافة والمدارس والأساليب، إزاي البلدان العربية أخذت من الصحافة المصرية ومشيت على خطاها.